احنا الحمد لله هذه النعمة التي رزقنا الله بها بعد صلاة الاستسقاء، الحمد لله نعمة كبيرة الحمد لله. في الصبيحة كانت تغلقت الطريق لمدة حوالي نصف ساعة، وتنشكر أجهزة السلطات اللي قاموا بحل الطريق خاصة الأشغال العمومية الصبيحة، إذا مشكورين. طبعا هذه المناطق لما يحل الثلج تبدأ معها الأزمات المواطنين، خاصة الغاز الطبيعي مشكل كبير يعاني منه المواطن في هذه المنطقة. نعمة من عند ربي، بصح النعمة هذه لا جاتنا حاجة خلاف حنايا مع البرد والسقيع والغاز ما كانش، رانا في ميزيريا يعني حقيقة. نعمل في متوسطة هنايا كعون أمن، رانا نقاسيو بعد تما ما عندنا لا تدفئة لا والو، الدراري راهم يقاسيو حقيقة نورمال، البرد أنا من الصباح وتدفئة ما كانش، تريستي ما كانش.